فينك طول الفترة دي كلها؟ ما بتجيش الشغل ليه؟ معلش يا نبيل يا حبيبي، كنت مشغول شوية. طب عملت ايه في موضوع الباسبور بتاعي؟ عرفت تجيبه؟ سوري يا نبيل، مش عرفت. سوري؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي في المصيبة دي؟ انت راح تركب ورايا على الموتوسيكل وراح تعزمنا على ازازتين بيرة في اي مكان. ازازتين بيرة ايه يا عم؟ انت مش شايف المصيبة اللي انا فيها؟ نبيل، مش قبل ما تعزمنا على ازازتين بيره في اي مكان. الله يجهز شيطانك يا شيخ، وقعت قلبي. هتعزمنا على ازازتين بيره في اي مكان ولا ارجعه تاني من مطرح ما جبته؟ اعزمك اعزمك واعزم المينا كلها كمان. مين دي؟ دي الجيرل فريند بتاعتي. مصرية؟ اسمها ايه؟ اسمها سامية. كنا زمايل في الجامعة زمان.
دلوقتي صحفيه كبيره قوي في مصر. صحفيه؟ حلو حلو كتير يا نبيل. فريدريك انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اشكرك ازاي، انت فعلا انقذتني. قول لي يا نبيل، انت قلبك خفيف ليه؟ لا بيتهيالك، بس يمكن عشان انا في بلد غريبه وعايش لوحدي وما اعرفش فيها حد. لا يا نبيل ارجوك، انت ما دام اتعرفت على فريدريك بيكر وبقيتوا اصحاب عمرك ما هتحس انك غريب، لا في هامبورغ ولا في المانيا كلها. فاهمني يا حبيبي؟ فاهمك يا صاحبي. اسمعني كويس يا نبيل، علشان تعرف تعيش في البلد دي مش لازم تبقى ضعيف، مش لازم تبقى خايف. حتى لو كنت ضعيف وخايف اوعى تبين ده للناس يا نبيل، كده الناس راح تخاف منك وراح تعمل لك الف حساب. ياه منك نستفيد. قول لي بقى، انت ناوي تسهر فين الليله دي؟ اسهر فين يعني؟ في البيت طبعا. معقول يا نبيل؟ معقول تبقى الليله دي ليله الويك اند وبكره ويك اند وانت هتروح تسهر في البيت مع الملاك العجوز اللي انت عايش معاها دي؟ والله يا ست طيبه، بعدين الاوضه اللي مجرها لي رخيصه وعلى قد حلوه. الاوضه بس اللي حلوه ولا صاحبه الاوضه كمان؟ لا ما تفهمنيش غلط، امال انا انت كنت عايز نعمل ايه يعني؟ انا جيت البلد دي وانا مفلس ومش لاقي حته اقعد فيها ومعنديش شغل لاجل الورد يتسال عليه. لا استناني بقى، عايز افهم ايه ورد وايه عليه اللي انت قلتها دي؟ ده مثل مصري عندنا بنقوله لما نعمل حاجه ما بنحبهاش عشان نوصل للحاجه اللي احنا بنحبها. خطيتني يا نبيل، انت فكرتني بواحد صاحبي زمان كان اسمه جابرييل، برضه كان جاول الجراندات. وانا لقيت حد غيرهم وقلت لا. طيب انت سيب لي نفسك بس النهارده وانا هوريك اللي عمرك ما شفته ولا عمرك كنت تحلم بيه يا نبيل. وديني فين يعني؟ هوديك الجنه، انا هدخلك. الو فرانس، انت عندكم شغل الليله؟ نبيل مش ايجي، انا قلقان كتير. اوكي اوفيترسن.
One, two. الإزازة قول aus. شش. خمسة دقيقة انت امشي من هنا ما تشوف انت تاني. انجي فراو انجي 100 مرة انا اقول انا فراو انجي فراو انجي. شش. 5 مينيت انت امشي. Thank you.
زوجتي الغالية سنة، لا يمكن للحياة أن تستمر على وتيرة واحدة. أقول لك هذا لأني اختلفت مع صاحب الشقة التي كنت أسكن فيها. بصراحة الرجل صاحب الشقة بيتكلم عن مصر وحش. أنا ممكن أزعل من بلدي وأقول عليها كلام كتير، لكن لا يمكن أبداً أسمع لحد أنه يعيب فيها أو يمسها بكلمة وحشة. عشان كده أنا اتخانقت مع صاحب الشقة ورميت له المفتاح في وشه ومشيت. عندما أستقر في سكن جديد سوف أرسل لك العنوان لتراسليني عليه. اصور ايه؟ عمري واحد من ربي واحد. Hey, wake up! Wake up! What are you doing here? What are you doing here? I am sleeping. Your papers. Come on, fast! Egyptian. You are forbidden to stay here. Go away. Go away now. Okay. Go away. Okay, okay. المجموعة الأولانية تذهب لشحن المركب البولوني المتجه لتشيلي. المجموعة الثانية والثالثة والرابعة يذهبون للمركب الأمريكي، يتفرق قبل الساعة 5، وإذا ما تفرق في غرامة كبيرة، وده لو حصل حقطعها من رواتبكم. You understand؟ هاي
إذا أنت تجي هنا بأي مكان بالميناء أنت رجل ميت ميت ميت. كارلو فين فريدريك؟ فريدريك ما جاش ازاي؟ في موتوسيكل واقف بره. مالك الموتوسيكل واقف بره؟ مالوش انت مالك؟ الموتوسيكل واقف بره ده بتاع مين؟ بتاع انا. عملت لك الموتوسيكل بتاعي. ما عملتش فيه حاجة، هي نصات. اوكي نو ماني وير از ذا ماني وير از ذا ماني جيف مي ذا ماني اوكي انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ما تقوم تروح. اروح؟ وانا عندي بيت؟ روح بلدك، ارجع مصر. مصر؟ انا حتى في مصر ما عنديش بيت. انت لو فضلت كده هتموت. يا ريت اموت واستريح. انت اتجننت؟ عايز تضيع نفسك؟ هو في ضياع اكتر من كده؟ انا طول عمري فاشل. الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي ما فيهاش مكان للفاشلين. أنا أحسن حاجة أعملها أموت نفسي. أنتحر. أيوه أنتحر، أرمي نفسي في المية وأخلص. صح، هي دي أحسن حاجة تعملها، ترمي نفسك في المية وتخلص من اللي أنت فيه. يلا مستني إيه؟ قوم.
المية قدامك اهي، اخلص من القرف اللي انت فيه. يلا استني ايه؟ يلا. لا لا لا، اوعى، حرام عليك، اوعك تغلط، هي غلطة يا حبيبي. انا ما رح اسمح لك نهائيا انك تعمل هيك بحق نفسك، هذا اجرام. طب اجل كل شيء لحد ما اجي لعندك ونتقابل وش لوش، ساعتها بنقعد وبنحكي. ماشي ماشي، يلا مع السلامة، باي باي، دير بالك على حالك. What is this? What is this? اصل انا سمعت حضرتك عربي؟ اه، ومن مصر. ومن مصر كمان؟ ولك ميت اهلا وسهلا بمصر وباهل مصر. بشرف تروح انت بشوفتك، صار لي زمان ما شفت حدا عربي هون. تعال عندي. ولك تعال عندي اهلا وسهلا فيك. أنا اسمي أبو سليم. بيقولوا لي هون أبو سليم الشامي لأنه أصلي من الشام، بس عايش صار لي زمان بألمانيا. أهلا وسهلا أبو سليم، أنا نبيل، نبيل سالم مصطفى. فرصة سعيدة يا أخي نبيل، وعاشت الأسامي. حضرتك من وين بمصر؟ من القاهرة، القاهرة نفسها. يا سلام على القاهرة، عاصمة عبد الناصر، قلب العروبة النابض. وأنت هون بشغل ولا بدراسة؟ كنت من كام يوم بشتغل، لكن دلوقتي طردوني وما عنديش شغل. وين كنت بتشتغل؟ في المينا. المينا؟ يا حسرتي على شبابنا، بيطلعوا من بلادنا وبيتغربوا وبيشتغلوا يا بالمينا يا بالمطاعم، بجلي وغسل الصحون. شيء مؤسف فعلا. ما هو صعب في بلد زي دي الواحد يعيش من غير شغل ياكل منه. معك حق. شو رأيك نروح على شي مطعم نشرب لنا فنجان قهوة أو ناكل لنا شي لقمة نسجوعنا؟ الحقيقة مش هينفع، أصل أنا لازم. لا 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 لا، هيك رح تزعلني منك كتير. ها لك، نحن أهل ولاد بلد، وأنا من زمان بدي أقعد لي مع شي حدا عربي، تروح عن بشوفته. بدك تحرمني هالقعدة؟ امشي امشي. لا لا، اطلع خي اطلع. ايه يا اخي نبيل، لا لا ما قلت لي، شو اللي خلاك تترك بلدك وتجي لهون على الغربه؟ جاي احد ما بيك، جيت عشان اجرب حظي. جرب حظك؟ معقول طرقت هالمشوار لحتى تجرب حظك؟ طيب ما تجرب حظك بمصر، مصر هي ام الدنيا مثل ما بيقول. كل واحد وله ظروفه يا سليم. مظبوط، كل واحد فينا صندوق مسكر على اللي فيه. معك. وشو ناوي تعمل هلا بعد ما طردوك؟ عارف. طيب معك مصاري؟ كان معي حد امبارح، لكن يلا بقى. وشو اللي صار؟ سرقوني. اوف، مين هدول اللي سرقوك؟ شوية عيال صيع. الله يجازيهم، الله يجازيهم. طب وشو ناوي تعمل هلا؟ الحقيقة مش عارف. والله قصتك قصة يا نبيل. لك أخي ليش ما بترجع على بلدك؟ مو أحسن لك من هالشنطة والمرمطة اللي أنت فيها؟ مشكلة إني ما ينفعش أرجع. لو المشكلة مشكلة مصاري ما تاكل هم نهائيا. أنا ممكن سفرك على مصر على حسابي، معزز مكرم، أنت أخ عزيز. شكرا جدا يا مسلم، بس أنا الحقيقة مش عايز أرجع مصر، أرجع كده زي ما جيت، إيد ورا وإيد قدام. وبعدين العيشة هنا صعبة أه، بس هناك أصعب بكتير. بس لو استسمحك تقدر تشوف لي شغلانة، أي شغلانة، يبقى كتر خيرك. شوف أنا عندي كتير معارف هون بهامبورغ، رح أسألهم وإن شاء الله بصير خير. أنت وين ساكن؟ الحقيقة أنا مش ساكن. كيف يعني مانك ساكن؟ أصل حصل خلاف بيني وبين صاحبة البيت اللي كنت مأجر منها أوضة وطردتني. وين بتنام؟ في أي حتة. لا 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 حبيبي، هيك ما بينفع نهائياً.
البوليس هون بتشدد كتير مع اللي ما قالهم سكن. لازم تدير بالك. أنا رح أعطيك اسم مكان كتير مناسب وسعره مقبول. اليوم بتبات فيه، بكرة منتقابل هون، بكون دبرت لك شغل وبعطيك اللي بدك إياه. منيح؟ أنا متشكر جدا يا أبو سليم، لك مين عمري ما هنساهولك. مسيك حبيبي مسيك. هذا مبلغ بسيط مشي حالك فيه. أنا آسف بعرف إنه المبلغ ما كتير حرزان، بس هذا اللي معي. الله وكيلك هاد اللي شايله. لا لا أنت فهمتني غلط خالص. أنا بس مش عارف أشكرك إزاي. لك شو تشكرني ما تشكرني، منيتي على حالي حبيبي. اعتبر حالك صدفت ابن عمك بالغربة. اعتبر أبو سليم ابن عمك هون بهامبورغ. وطول ما ابن عمك موجود ما بتاكل هم شي. كول كول. استاذ مختار، انا كنت عايز اعرض عليك بروفات العدد الجديد من المجله. طب سيبها لي يا استاذ فريد، هبقى اشوفها بعدين. ايوه بس المطبعه. استاذ فريد قلت لك هبقى اشوفها بعدين، سيبها لو سمحت، انا في اجتماع مغلق مع الانس السام. ايوه فهمت. انا اسف، بعد اذن حضرتك. خد الباب وراك لو سمحت. هايل يا سامي، هايل. المجهود اللي انت عاملاه ده مجهود خيالي، والبيانات والمعلومات اللي انت جمعتيها شيء محترم، وتكمل سلسله التحقيقات اللي الناس بتنتظرها، واللي هتكمل ان شاء الله بلقاء السيد وزير الاعلام. انا الحقيقه في حاجه كنت بفكر فيها، كنت عايز اخد راي حضرتك فيها. خير يا سم؟ الموضوع في غايه الخطوره، خصوصا ان حرب الاستنزاف بقت بتمس الجبهه الداخليه والناس جوه البلد. مش فاهم عايز توصلي لايه. انا قصدي ان احنا بعد لقائنا مع السيد وزير الاعلام نستكمل بلقاء مع السيد وزير الحربيه. وزير الحربية مرة واحدة؟ يا ريت يا فندم، عشان يحدد لنا ليه ابتدينا حرب الاستنزاف، وليه ابتدينا النوع ده بالذات من الحروب، ونستمر فيه لحد امتى؟ واضح ان زيارتك للجبهة افادتك جدا وخلت تفكيرك سليم. ابتدينا المشوار بقى نخلصه للاخر. ايوه بس موضوع زي ده ممكن تبقى فيه نقاط كتيرة تخش تحت بند الاسرار العسكرية اللي ممكن سيادة الوزير يرفض يتكلم فيه. وهي دي اهمية المقابلة يا فندم، سيادته يقول لنا ايه اللي ممكن نقوله وايه اللي ما نقدرش نقوله، هنا ممنوع وهنا مسموح. وكمان نطمن الناس اللي عايزه تعرف ساعه بساعه احوال اولادهم على الجبهه. والله يا سامي اللي بتطلبيه ده شيء صعب، لكن من حيث مبدا وجهه نظرك سليمه. على كل حال انا هتصل بالمسؤولين واشوف ايه اللي ممكن يحصل. انا متشكره جدا يا فندم. سامي، تعرف التنظيم الطليعي؟ ايوه سمعت عنه. وعارفه اهميته والمهام اللي هو منوط بيها؟ ايوه يا فندم، بس حضرتك بتسالني ليه؟ لانك مرشحه بقوه انك تنضمي للتنظيم ده وتبقى عضوه فيه. ايوه يا فندم، بس انا معلوماتي بتقول ان التنظيم الطليعي اعضائه كلهم الناس المهمين في البلد. وانت مش قليله يا سامي، صحيح انت سنك لسه صغير بس تفكيرك كبير. هو حضرتك اللي رشحتني؟ شغلك واخلاصك وتفانيكي في عملك هم اللي رشحوكي. ده شرف كبير ليا قوي يا فندم. مسؤوليه اكبر وانا عارف انك قدها. ربنا يقدرني. Thank you.
آين كافيه. قوم انزي. خير نبيل؟ لا. في واحد جاي يسأل عليك اسمه فريدريك. فريدريك؟ ما قالكش حاجة؟ ساب لك الورقة دي.